فالدايل اب بنستخدم one service at a time، لا إلا نشغله على إنه تليفون، لا إلا نشغله على إنه إنترنت. تمام، الداتا اللي كانت بتتبعت كانت بتتبعت في باندويتس صغير جدا، اللي هو الباندويتس اللي إحنا كنا بنبعت عليه الصوت، اللي هم 4 كيلو هرتز. تمام، السبيد بتاعتي هلاقيها طبعا مش كبيره، لان انا عندي ليميتيشن في السبيد، اللي هي اعلى حاجه كانت ال 56 كيلو بت بير سكند، زي ال تي 1 والاي 1 اللي احنا كنا قلنا عليهم. ال 56 دي جت منين؟ هي ان اف اف اس، اللي هي 7 في ال 8 كي اف اس، هي 2 الاف ام، والاف ام بتاعتي ماكسيمم ب 4 كي، فالدبل بتاعها 8 كي، وانا ببعت 7 بتس، فيبقى 7 في 8 ب 56 كيلو بت بير سكند. تمام، فالدايل اب ده كنا بنستخدمه زمان، اللي هي اول حاجه اصلا استخدمت، وبعديها خلاص ما بقاش طبعا دلوقتي حد بيستخدمه. يعني الحاجه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي الدي اس ال، اللي هو الديجيتال سبسكرايبر لاين. تمام، اللوكال كيبلز بتاعتنا اللي هي التويستد بير، وبعد كده دلوقتي كمان بقت اوبتيكال فايبر. التويستد بير كان بترانسميت لحد 1.1 ميجا هرتز. تمام، بس ال 1.1 ميجا هرتز دول كنا بنقسمهم لسب باندز، او اللي هي تعتبر التشانلز يعني. والداتا كنا بنعمل لها موديوليشن لفريكوانسيز اكبر عشان اقدر استخدم الباندويتس كامل. ال 256 التشانل دول هتلاقوا هو ده 1.1 ميجا، اللي هي حضر، اللي هي 1.1 ميجا اللي هو 1100 كيلو. بقينا بنشوف الباندويتس بتاعنا ده، بقينا بنقسمه لسب باندز. تمام، فهيطلعوا ان هم 256 4 كيلو هرتز تشانل. عملنا جزء منهم للاب ستريم وجزء للداون ستريم، اللي هو الابلودنج والداونلودنج. الطبيعي او الكومن يعني ان الجزء بتاع الاب ستريم بيبقى قليل، والجزء بتاع الداون ستريم بيبقى كبير، لان احنا بنعمل داونلود اكتر ما بنعمل ابلود. تمام، بس عامة في الاسيمتريك وفي السيمتريك. السيمتريك اللي هما بيحط للاب ستريمز والداون ستريمز سب باندز قد بعض، وده مش مستخدم كتير. والاسيمتريك اللي هو بيعمل للداون ستريم اكتر من الاب ستريم، عشان احنا بنعمل داونلود اكبر من الابلود. تمام، فاحنا بقينا بنستخدم السبيكترم بتاعنا، قسمناه ل 256 تشانل، كل واحده فيهم 4 كيلو هرتز، بدي كل يوزر عدد سب بانس على حسب المفروض يعني هو محتاج سرعه قد ايه، محتاج يوصل له قد ايه، وهكذا. تمام، فبنقول ان الفويس از ليميتد، هو برضو سابوا الجزء بتاع الفويس زي ما هو، وابتدينا نستخدم باقي الايه الباندويتس بتاعي. الفويس از ليميتد ل 4 كيلو هرتز، بس الانترنت بيحصل له موديوليشن عند فريكوانسيز اعلى. الانترنت باند بيبتدي يتقسم لسب باندز، كل واحده فيهم ليها فيكسد باندويتس اللي هي ال 4 كي. كل يوزر بيتعمل له اسايند لعدد سب باندز، بيعتمد على الريت اللي هو محتاجه. تمام، الجزء اللي هنا برضو بيتكلم عن حاجه لوجيك جدا، بنقول ان احنا كل المسافه بينك وبين الجزء اللي بتاخد منه الانترنت، كل المسافه ما تزيد، كل ما الاتنيويشن اللي في السيجنال بتاع دي هيزيد، وبالتالي الباندويتس هيقل. طب ايه اللي جاب الباندويتس في الكلام؟ لو تفتكروا شانون، تمام، شانون كان بيعمل ليميتيشن على الريت والباندويتس عن طريق الاس ان ار، اللي هي السيجنال تو نويز ريشيو. فهلاقي ان انا على حسب الاتنيويشن بتاع السيجنال حصل قد ايه، والسيجنال باور لازم توصل لي بشكل معين، لازم عندي سنسيتيفيتي معينه اقل منها ما يقدرش يحس بالسيجنال. فهلاقي ان انا بقى عندي ليميتيشن، يعني الاتنيويشن كل ما يزيد فالسيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي تقل، فالباندويتس بتاعي يقل. فبيقول ذاتس واي ان دي اس ال الديستنس بين البيت بتاعك وبين الاند اوفيس بيلمت الداتا ريت اللي انت تقدر تستخدمها. زي الدكتور برضو ما كان قال لكم في الديجيتال كوميونيكيشن، قربك او بعدك عن الاند اوفيس بيأثر على الداتا ريت اللي انت تقدر تاخده. يعني حتى لو انت حاولت ان انت تعلي الداتا ريت، هيقول لك لا، انت يعني انت الماكسيمم بتاعك كذا، فانت ما تقدرش تعلي عنه. فهلاقي ان الاتنيويشن بتاعي ده بيليمت الباندويتس بتاعي، فكل مسافه ما تزيد الاتنيويشن هيزيد، والباندويتس هيتاثر ان هو يقل، والداتا ريت بتاعتي كمان هتتاثر عن طريق شانل. فهو بيجيب لك بس ان هو كل المسافه ما بتزيد، كل ما الباندويتس بتاعي عمال يقل. تمام، برضو بنقول الاب ستريم هو الدايركشن، اللي هو ان انا بابلود، اللي هو من الكاستمر للسيرفيس بروفايدر. الداون ستريم هو ان انا بداونلود، اللي هو الدايركشن من السيرفيس بروفايدر للكاستمر.
والدي اس ال تكنيكس عندي السيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو الاس دي اس ال، البيت ريت بيبقى متساوي في البوست دايركشن الاب ستريم والداون ستريم، وقلنا الاسيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي هو الاي دي اس ال اللي هو قلنا الموست كومن اللي هو بيستخدم، ان البيت ريت بيبقى اعلى في دايركشن عن الثاني، وعلى الاغلب الدايركشن بتاع الداونلود بيبقى ازيد من الابلود. تمام. ممكن مثلا في كلية تحتاج تعمل ابلود اكتر من داونلود، فممكن ساعتها يقسموا سب بانس اكتر للاب ستريم، فكده كده بيبقى في حاجه فيهم في دايركشن عن التاني انا عايز ازوده، فالسيمتريك قليل قوي لما بنستخدمه، يعني ان احنا نخلي عن الداون ستريم قد بعض. هنا احنا قلنا ان احنا الدي اس ال بنستخدمه للتليفون، يعني بيستخدم تو سيرفيس ات تايم، يعني بنستخدمه للتليفون وللانترنت. فهلاقي هنا السبليتر اللي بيبقى محطوط عندك، تمام، والان اي دي ده الانترنت سيرفيس برو، الان اي دي ده فلتر، تمام. وهنا الاي دي اس ال مودم اللي بيعمل موديليشن ودي موديليشن، والايثرنت والكمبيوتر. عندي هنا طبعا لو انا عايزه احوله لصوت، فهلاقي ان اللي واصل لي هنا على اللاين ده ديجيتال، وانا عايزه احوله انالوج فبعمل ديكودنج. برضو بيبقى فيه سبليتر عند الناحيه الثانيه في التليفون كومباني اند اوفيس. والدي اس لام ده هو الدي اس ال اكسس مالتيبلكسر، ده بيجمع الداتا من كذا حته ويوديها للانترنت سيرفيس بروفايدر. تمام. بس احنا بس عايزين كمان نعمل كومباريزن كده. بنقول ان الانالوج فلترز اللي بستخدمها في الكومباني اوف كاستمر، بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان تسبلات الفويس والداتا، يعني تودي الجزء بتاع الصوت للتليفون وتودي الجزء بتاع الداتا للكمبيوتر بتاعي. باشمهندس، هو ايه الكومباريزن الان اي دي ده؟ ده فلتر بيبقى موجود مع السبليتر عشان الصوت يبقى، يعني يحسن الصوت. يعني هو مش السبليتر لو انا فاهم صح، هو فلتر برضو صح؟ ما هو هما على طول، يعني السبليتر بيبقى معاه ال ان اي دي ده اللي هو الفلتر. تمام، اوكي. فعايزين نعمل كومباريزون كده بسيطه بين الدايل اب والدي اس ال. السبيد بتاعه الدايل اب قلنا 56 كيلو بيت بير سكند، الدي اس ال بتبقى سرعات اعلى من كده على حسب انا واخد كام سب باند. الاركيتكتشر بتاعه الدايل اب ما فيهاش الدي اس ال اكسس مالتيبلكسر مالتيبلاير، الدي اس ال بيبقى فيها الدي اس لام اللي هو الدي اس ال اكسس مالتيبلكسر مالتيبلاير، والان اي دي اللي هو الفلتر اللي بيبقى موجود جوه السبليتر. تمام. السيرفيس الدايل اب وان سيرفيس ات تايم، يستخدمه كانترنت يستخدمه كتليفون. الدي اس ال لا، بستخدم التو سيرفيس ات تايم، بستخدم ان هو يبقى تليفون وبستخدم ان هو يبقى انترنت. الكوست انا بتحاسب ازاي؟ الدايل اب كان بيتحاسب بير مينت، تمام، بس الدي اس ال احنا لما بندفع بير مانث. الموبيليتي الدايل اب بيعتبروه ان هو موبايل اقدر اتحرك بيه، الدي اس ال لا، هي مكان واحد نقطه واحده هي اللي ببتدي اوزع بيها للباقي، فهم بيعتبروه ان هو نوت موبايل. طيب بعدين هنتكلم على الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج اللي احنا عارفينه. احنا لو عندنا تشانل 1 واخده باندوتس معين، وتشانل 2 واخده باندوتس تاني، وتشانل 3 واخده باندوتس تالت، برفع ده على كارير لفريكونسي، برفع ده على فريكونسي اعلى، وبرفع ده على فريكونسي اعلى، ويبقى بالنسبه لي التوتال سبيكترم بعت عليه الكذا تشانل بتاعي. تمام. يعني برفع كل تشانل على فريكونسي، وارفع الثانيه على فريكونسي اعلى، وارفع الثالثه على فريكونسي اعلى، وفي الاخر لما ببعت التشانلز بتاعتي على يعني في نفس الوقت على فريكونسيز مختلفه. تمام. فبيقول لك ده ان الاوريجينال باندويث بتاعه هو، بعدين ده الباندويث ريزد في الفريكونسي لما عملت له موديوليشن، وده المالتيبلكسد تشانل اللي جمعت فيه التشانلز مع بعض.
الويف لينث ديفيجن مالتيبلكسنج هو الويف لينث هو معكوس الفريكونسي، بس بتوع الاوبتيكال فايبرز او الاوبتكس بيحبوا يستخدموا الويف لينث ديفيجن مالتيبلكسنج لان هم كل حاجه بيعملوها ان تيرمز اوف اللامدا اللي هي الويف لينث مش الفريكونسي. فهو هو يعتبر، بس هي الفكره بس ان ده بيستخدم اكتر في، او هو بيستخدم مينلي في الـ في الاوبتيكال فايبرز او في اي اوبتيكال ديفايسز، او يعني اي دراسه فيها اوبتكس هما بيبريفير ان هما يستخدموا الويف لينث عن الفريكوانسي. فبرضو احنا برضو في السبيكترم ده الفايبر الاولاني الثاني الثالث الرابع، وده المالتيبلكسد بتاعهم. ده عند لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 لامدا 4 كومباينر هيجمعهم، بعدين سبليتر عند الريسيفر بقى هيبتدي ياخد كل تشانل او كل سبيكترم فيهم لوحده. التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، التايم ديفيجن مالتيبلكسنج من اهم الحاجات اللي فيه ان انا عندي كل تشانل لوحدها مثلا الاي والبي والسي والدي، وبعدها عايز استقبلهم كلهم عند نفس الوقت، يعني كلهم يوصلوا لي في نفس الوقت. فبحتاج ان التايم بتاع التشانل الواحده يبقى هو التايم بتاع التي دي ام فريم بتاعهم كلهم. وبالتالي عشان احقق ده لازم البيت ريت بتاعي بعد التي دي ام يبقى اعلى من البيت ريت بتاعي قبل التي دي ام. يعني ايه؟ يعني انا المفروض انا عايز اعمل تايم ديفيجن مالتيبلكسنج لكذا تشانل، كل واحد فيهم بياخد وقت معين، زي مثلا كل واحد في دول بياخد 10 ملي سكند، يبقى التي دي ام فريم ده كله على بعضه لازم يبقى 10 ملي سكند. تمام؟ فعشان احقق ده هلاقي ان البيت ريت بتاعي لازم يزيد، يبقى التشانل دي لو كان ليها بيت ريت معين البيت ريت بتاعها بعد ما اعمل لها تي دي ام لازم يزيد على حسب عدد التشانلز اللي انا عامله لها مالتيبلكسنج. فبلاقي ان لازم في التي دي ام كل التشانل كل الاصوات توصل لي في نفس الوقت، اول التشانلز هيحصل لهم سامبلد توجذر اللي هي التليفون كولز، البيت ريت بتاعي هيزيد بعد التي دي ام، الار بي افتر هو الار بي بيفور مضروب في عدد التشانلز. فور اكزامبل مثلا لو انا عندي كل يوزر بيترانسميت ال 10 بيتس بتوعه في 10 ملي سكند، التايم انترفل بتاع اليوزر الواحد بيبقى هو التايم انترفل بتاع الهول فريم اللي ببعت فيه التشانلز دي كلها. فالهول الهول فريم هيحصل له ترانسميشن في نفس التايم بتاع التشانل الواحده، وبالتالي الداتا حصل لها كومبريشن. تمام؟ فالداتا ريت بتاعي زاد. التي اس هو التي دي ام فريم تايم بتاعي اللي هو هيبقى نفس التايم بتاع الشانل الواحد. بنقول ان جنرالي الار بي افتر البيت ريت بتاعي بعد التي دي ام هو الفريم سايز في الاف اس اللي هو الفريم سايز على الفريم ديوريشن. طب مين الفريم سايز ده اصلا؟ هو عدد التشانلز جوه كل فريم في عدد البيتس اللي جوه كل تشانل. يعني عندي انا في الفريم الواحد في التي دي ام فريم الواحد هبعت كام تشانل، وبعديها اشوف عدد البيتس اللي في كل تشانل، فلو ضربت الاثنين دول في بعض هيديني مين؟ هيديني عدد البيتس اللي في كل فريم. تمام؟ لان عدد التشانلز من هنا ومن هنا هيروح، فهيديني عدد البيتس اللي في كل فريم بلس السينكرونايزيشن بيتس دي كمان بعدها من الفريم سايز بتاعي. فاحنا عندنا مثلا لما اتكلمنا عن التي 1 قلنا ان انا عندي 24 تشانل في كل فريم. تمام؟ طيب البيتس بقى اللي بتتبعت، عندي 7 بيتس للداتا، 1 بت سينكرونايزيشن لكل فريم، 1 بت سيجنالينج لكل تشانل. طب لو انا عايز اجيب الفريم سايز، الفريم سايز هيبقى كام؟ هيبقى ال 24 اللي هو عدد التشانلز اللي جوه كل فريم، بعديها عدد البيتس اللي جوه كل تشانل اللي هو بالنسبه لي ال 7 بيتس بتوع الداتا وال 1 بت بتاعت السيجنال، الاثنين دول بيتبعتوا كل مره كل تشانل. تمام؟ فيبقى دول ال 8 بيتس هيتضربوا في ال 24 زائد السنكرونايزيشن بيتس اللي هي كام؟ اللي هي هنا بالنسبه لي 1 بت لكل فريم. تمام؟ فانا عندي 24 تشانل في كل فريم، عدد البيتس في كل تشانل هي 7 بيتس بلس ال 1 بت اللي بتتبعت كل تشانل، فدول ال 8 هيتبعتوا كل تشانل، فهيبقى 8 في ال 24 زائد ال 1 بت سنكرونايزيشن اللي موجوده بير فريم. تمام؟ طب الاي 1
الاي 1 نفس الكلام، هما بس الفرق دول 30، عندي 16 بت سنكرونايزيشن وعندي 7 بتس للداتا و1 بت برضو للسيجنالينج بير تشانل، فهيبقى 8 اللي هما دول مضروبه في ال 30 زائد ال 16 اللي هما السنكرونايزيشن بتس، فلاقي الفريم سايز 30 في 8 زائد 16 اللي هو 256. هو ده للاي 1، وللتي 1 الفريم سايز هو 24 في 8 زائد 1 اللي هي 193. طيب لو تفتكروا برضو احنا كنا عارفين اصلا البيت ريت، كنا عرفنا نجيب البيت ريت بتاع الاي 1 وبتاع التي 1، وبتاع التي 1 كان 1.544 ميجا بت بير سكند، تمام؟ هنا ال ار بي افتر هي انا لو عايزين برضو نجيب التي اس، هي ال ار بي هي فريم سايز على التي اس، تمام؟ فالتي اس بتاعي هو الفريم سايز على ال ار بي، فالفريم سايز بتاعي 193 على ال ار بي اللي هي 1.544 هو ده اللي هيديني ال 125 مايكرو سكند. السويتشنج والباكت سويتشنج الدكتور قال لي ما ادهولكوش، بس انا عملت لكم كومباريزون كده، قال لي احنا خدناه في المحاضره باستفاضه يعني، فانا بس عملت كومباريزون كده هتلم كل السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج. هنا التايم ديفيجن مالتيبلكسنج قلنا التليفون كولز الباندويث اللي بحتاجه 4 كي، فالاف اس هي 2 اف ماكس اللي هي 2 في الاربعه اللي هي 8. ف التي دي ام فريم تايم بتاعي هيبقى 125 مايكرو سكند، لان التي دي ام فريم هو هو مين، هو هو التي اس اللي هو واحد على الاف اس، فهلاقي ان ال 125 مايكرو دي هي واحد على ال 8000. طيب هنا برضو بنتكلم على نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، الاي 1 هي ال 30 تشانل بير فريم، والتي 1 هي ال 24 تشانل بالفريم. ان انا لقيت في 1 بت للفريمينج كود والسبعة داتا والبت الثامنه للسيجنالينج. انا هنا بتكلم على ال تي 1 اعتقد، ثواني التي 1 كارير هو ده، ان انا عندي 1 بت لكل فريم وعندي 7 بت داتا والبت الثامنه بتبقى للسيجنالينج بتتبعت كل تشانل، تمام؟ ففي الاخر الفريم سايز بتاعي هيبقى 193 اللي هي ال 24 في ال 8 زائد ال 1، وهلاقي ان ال تي اس بتاعي اللي هي ال تي دي ام فريم سايز اللي هو 125 مايكرو سكند. هنا ابتدوا بقى يعملوا بدل ال تي 1 بقوا عاملينه ستريم ياخد عدد كاريرز، يعمل مالتيبلكسنج لعدد كاريرز اكبر يعني. فهنا بقى كل 4 تي 1 يجمعوهم وبعدين عشان يخليهم تي 2، وبعدين يجمعوا 7 عشان يخليهم تي 3، وبعدين يجمعوا 6 عشان يخليهم تي 4. لما ببتدي اجمع مالتيبلكس كل دول بلاقي ان الداتا ريت بتاعي اتغير وان هو زاد يعني على حسب انا جمعت قد ايه. السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج من الحاجات دي السيركت سويتشنج ودي الباكت سويتشنج، واللي في النص دي اسمها مسج سويتشنج بس هي ما بقتش تستخدم حاليا خالص. السيركت سويتشنج لازم في حاجه اسمها كول سيت اب تايم، يعني لازم قبل ما انيشيت الكول لازم يبقى في وقت عشان الاقي ان في كارير فاضي اعمل عليه المكالمه بتاعتي. ففي وقت طويل جدا اللي هو على ما برن وعلى ما بوصل ان انا اعرف اصلا اوصل لكارير يعرف ينيشيت المكالمه بتاعتنا، فده اسمه الكول سيت اب تايم، تمام؟ بعديها هنا في حتى بعد ما اللي هو انا بحاول اوصل لكونكشن، بعديها هنا كول اكسبت سيجنال، اول لما توصلني ابتدي بقى الكونكشن بتاع المكالمه بتاعتي. ببعت الداتا كلها على بعضها ايا كانت هي هتاخد وقت قد ايه. الباكت سويتشنج انا ما عنديش الكول سيت اب تايم ده خالص،
اول لما كل باكت بتوصل لي بتتبعت على طول، بيبقى عندي برضو كيوينج وبروسيسنج، اللي هي الفرق بين ما وصلت هنا وعلى ما بعتها هنا، كيوينج وبروسيسنج. بس اوفر اول اللي هي عندي التي بروباجيشن والتي ترانسميشن اللي احنا عمالين نحسبهم دول، بس اوفر اول برضو التوتال ديلي بقى اقل من السيركت سويتشنج، لان الكول سيت اب تايم ده بيبقى كبير جدا. احنا لما قعدنا ندرس وقعدنا نجيب التي بروباجيشن والتي ترانسميشن والكلام ده كانوا بالملي سكند، حاجات تايم صغير جدا، ديلي صغير. بس الكول سيت اب تايم ده ممكن يوصل ل 10 سكند، تمام؟ فستيل برضو الباكت سويتشنج بغض النظر عن هو هيعمل كيوينج وبروسيسنج قد ايه وترانسميشن وبروباجيشن، بس ستيل التوتال ديلي بتاعه هيبقى اقل من التوتال ديلي بتاع السيركت سويتشنج، تمام؟ المسج سويتشنج ده بقى حاجه في النص كده، هو ما بيعملش كل سيت اب تايم وما بيقسمش المسج الباكتس، هي المسج بتتبعت مره واحده بس من غير الكول سيت اب تايم اللي في الاول، هلاقيها اتبعتت كلها وفيها برضو بروباجيشن وكيوينج ديلي وبروسيسنج ديلي وكله، بس ما قسمتش المسج بتاعتي الباكتس، تمام؟ بس ده مش مستخدم. احنا اللي هنتكلم عنهم السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج. الكومباريزن اول حاجه الراوت، السيركت سويتشنج بيبقى لها فيزيكال باس اللي هو نفس الباس لكل الداتا، الداتا ما اتقسمتش، الداتا كلها على بعضها باكج واحده خدت نفس الباس. الباكت سويتشنج بتاع الداتا بتاعتي بقسمها الباكتس، كل باكت بتاخد باس مختلف عن التاني. طب الديلي، الديلي بتاع السيركت سويتشنج مينلي موجود في السيت اب تايم، تمام؟ لحد الكونكشن ما يستابلش، يعني لحد ما الكونكشن يبتدي. Then we have only propagation delay between offices، اللي هي ال propagation delay اللي بين الأوفيس والتاني اللي هم دول، بس المينلي delay بيبقى عند ال call setup time لحد ما establish الكونكشن بس، وبعديها الديلي اللي هيتبقى ده هيبقى صغير. طيب الباكت سويتشنج، الباكتس ار سنت از سون از دي ار افيلبل، اول لما يبقى موجوده بتتبعت، ولا بتستنى تستابلش كونكشن ولا اي حاجه، بتتبعت باستخدام حاجه اسمها ستور اند فورورد ترانسميشن. يعني ايه؟ يعني كل اوفيس بيبعت الداتا حتى لو الاوفيس اللي بعده اصلا مشغول، هو بيبعت وخلاص، هو ما بيستناش حاجه، تمام؟ هو الباكتس اول لما بتتواجد بتتبعت، ما اللي بعدي بقى مشغول مش مشغول مش فارقه. فبيستخدم ستور اند فورورد، اللي هو يبتدي بقى انا لو وصل لي وانا كنت مشغول ابتدي استور، وبعد شويه اول لما اخلص ابتدي ايه ابعت اللي انا خزنته. برضو الباكت سويتشنج كوجنيشن اند كيوينج ديلي عند كل اوفيس، اللي هي طبعا بما اني ببعت as soon as ان الحاجه وصلت لي، وبما اني ببعت واللي بعدي ده ممكن يبقى اصلا بيزي وممكن يبقى مليان، فبيحصل لي كوجنيشن اللي هي يعني زي زحمه، وكيوينج ديلي اللي انا بستنى عند كل اوفيس، لان انا اصلا ببعت ومش عارف اللي بعدي اصلا فاضي ولا لا. الاوردر في السيركت سويتشنج جورانتيد، يعني موجود الداتا بتوصل ان اوردر لان هي مبعوثه كلها مره واحده، بس في الباكت سويتشنج لا، لان انا ممكن باكت توصل لي قبل باكت، فالاوردر بتاعي ممكن ما يبقاش مظبوط، may receive data out of order عادي جدا، لان كل باكت خدت طريق لوحدها وخدت وقت لوحدها، ممكن توصل قبل الباكت اللي قبلها، تمام؟ waste of resources بالنسبه للسيركت سويتشنج، لان الكونكشن بيحصل له ريزرفيشن حتى لو ما فيش ترافيك، مجرد ما الانيشيت المكالمه حتى انتوا بتتكلموا او مش بتتكلموا هو الحاجه دي محجوزه لكم، تمام؟ فده بالنسبه لهم في waste of resource. الباكت سويتشنج ما فيهوش، لان ما فيش باندويث بيحصل له ريزرفيشن فور داتا. كمان في ليميتيشن على الباكت سايز عشان انشور ان مفيش يوزر هيفضل واخد اللاين ده لوقت طويل، تمام؟ فده بي بي الباكت سويتشنج بيتفادى المشكله بتاعت السيركت سويتشنج في الكلام ده، ان هو مفيش حد واحد بس هو اللي واخد اللاين طول الوقت، الباكتس اصلا متقسمه ليه في ليميتيشن على الباكت سايز، زي مثلا في المساله بتاعت الاساينمنت لما قلنا ان احنا مثلا كل واحده فيهم تبقى 1500، فبيبقى في ليميتيشن على الباكت سايز عشان ما فيش يوزر واحد بس هو اللي بيبقى واخد اللاين طول الوقت، تمام؟ الفيلر في السيركت سويتشنج، لو الكول حصل لها بروكن الكونكشن لازم يتعمل له ري استابلج من الاول، يعني لازم نحاول نتصل تاني ويبقى في كول سيت اب تايم تاني وهكذا. في الباكت سويتشنج لو باكت بس حصل لها مشكله انا هريسند الباكت دي وخلاص،
مش هريسند الداتا كلها، تمام؟ الكونكشن بتاع السيركت سويتشنج بيبقى اورينتد، اللي هو لازم ريكويست لبدايه ونهايه المكالمه. الباكيت سويتشنج ممكن يبقى اورينتد وممكن يبقى كونكشن ليس، تمام؟ الاكزامبل عندي البي اس تي ان هنا اللي هي التليفون لل سيركت سويتشنج، والباكيت سويتشنج عندي اكزامبل للاورينتد اللي هو الفويس اوفر اي بي، والكونكشن ليس اللي هو زي الانترنت، ان انا مش محتاجه ريكوست لبدايه ونهايه مكالمه ولا اي حاجه. باشمهندسة، ايوه، هو احنا هنا بنتكلم ايه؟ فيرتشوال سيركت سويتشنج، ولا هو في صدى صوت؟ وهنا بنتكلم على الفيرتشوال سيركت سويتشنج ولا على الداتا ولا على الداتا جرام ولا على الاثنين مع بعض؟ هي دي الجنرال، انت بقى بتبتدي بقى بعدها تقسمي، فاهمه؟ تمام. هنا برضو في مقارنه، كل سيت اب هنا في السيركت محتاجاها، في الباكت لا. ديديكيتد فيزيكال باس يعني لازم باس معين، هنا هنا لا. ايتش باكت فولوز ذا سيم راوت، هنا كلهم هنا لا، كل باكت تاخد اللي هي عايزاه. باكتس ارايف ان اوردر، هنا هنا لا. Is a switch crash fatal؟ هنا هنا لا. ال bandwidth available؟ هنا fixed، هنا dynamic، كل واحدة بتاخد حبة، يعني ما فيش bandwidth معين reserved لحاجة معينة. أنا باخد عدد من الباكتس وخلاص، ومش لازم كل الباكتس حتى تبقى نفس السايز، أنا ليا limitation على الماكسيمم بتاعها، بس مش لازم كلهم يبقوا نفس السايز. وين كان كوجنيشن اوكر؟ كوجنيشن اوكر ممكن عند السيت اب تايم، لان انا لازم اسال اشوف في حاجه فاضيه ولا لا، ولو ما فيش حاجه فاضيه بيبقى اللي قدامي بيزي، فما بقدرش اعمل المكالمه دلوقتي. الكوجنيشن بقى في الباكت سويتشنج عند كل باكت، وهي ممكن لما توصل تلاقي ان اللي عندها بيزي، بس السيركت سويتشنج وانس ان انا المكالمه ابتدت، انا مش ما بيحصليش اي كوجنيشن ولا بيحصل لي اي حاجه. potentially wasted bandwidth، هنا هنا في wasted، هنا لا. store and forward transmission، هنا لا، هنا هنا اللي بعمل store and forward. transparency yes و no. charging، هنا per minute وهنا per packet. بعديها عايزين نتكلم، بس ثانية، هو في slides هنا ناقصة. هو طب خلاص، انا السويتشنج ستيجز هبقى اجيب لكم السلايدز بتاعتها، بس عامه هو انتوا هتلاقوا ان السنجل ستيج بلاقي مثلا عدد بوينتس، انا مثلا هنا عندي 5 انبوتس او 4 مثلا، وهنا 4، تمام؟ هلاقي ان بيفضل حاجات تتوصل كده، ويبقى في النقط اوف انترسكشن دول هي دي الكروس بوينت، تمام؟ فانا مثلا عشان اعمل 5 انبوت و5 اوتبوت محتاجه 25 كروس بوينت، تمام؟ اللي هو كل واحد متوصل بالتاني، تمام؟ فالسويتشنج ستيجز، السنجل ستيج هلاقي عدد الكروس بوينتس عالي قوي، عندي سنجل باس بين كل اتنين يوزر، يعني بين الانبوت ده والاوتبوت ده في باس معين، تمام؟ وهو باس واحد بس. inefficient لان في many switches are unutilized، في switches كتير مش بستخدمها، يعني هلاقي ان انا مثلا عايز اعمل 10 inputs و10 outputs، محتاج ان انا استخدم 10 cross points، في الاخر ممكن اكون ببعت على واحد ولا اتنين او ايا كان، فباقي cross points دول انا مش مستخدماهم، وعدد كبير جدا جدا جدا. المالتي ستيج هو طريقه تانية خالص، بس الرسمه بتاعته مش هعرف ارسمها يعني، بس هحط لكم السلايد دي او هبعتها لاحمد، والمره الجايه برضو نبقى نتكلم فيها. فبنقول ان عدد الكروس بوينتس هيبتدي يقل بقى، بيبتدي مثلا ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3. ستيج 1 مثلا 5 انبوتس يوصلوا 2 اوتبوتس، و2 اوتبوتس دول يخشوا على 2 انبوتس تانيين ويطلعوا 2 اوتبوتس، بعدين ال2 اوتبوتس دول يخشوا ويطلعوا لي 5 اوتبوتس، فنلاقي في الاخر ان عدد الكروس بوينتس اللي جوه الستيجز دي بتبقى اقل بكتير من السنجل ستيج. بيبقى في كذا باس بين اليوزر والتاني، مش باس واحد بس، الكومبلكسيتي بتاعتها اعلى يعني، تمام؟ بس برضه هنتكلم فيها تاني بعدين. اديها هنتكلم عن اللاين كودنج.
لاين كودنج عندي لاين كودنج ده ايه؟ دي طريقه للريبريزنتيشن بتاعه الزيروز والوانز، تمام؟ عندي طرق كتير كل واحده فيها مزايا وعيوب، وكل مره كانوا بيطلعوا بحاجه عشان يتفادوا عيوب التكنيك اللي قبله. اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو معناها ان انا نون ريتيرن تو زيرو، دي معناها ان انا طول الفتره بتاعه التي بي بتاعه البيت بتاعتي دي انا ما بنزلش للزيرو، تمام؟ اليوني بولر معناها ان انا ببعت ال1 as a voltage A والزيرو ببعته زيرو، تمام؟ فتبقى دي 1 1 0 1 0 0 1. البولر نون ريتيرن تو زيرو، بولر معناها ان انا باخد يعني تو فاليوز اللي هو A ونيجاتيف A، فال1 بالنسبه لي هو A والزيرو هو نيجاتيف A، تمام؟ اليوني بولر ريتيرن تو زيرو معناها ان الزيرو هو زيرو وال1 بيبقى 1 بعدين ينزل للزيرو، معناها بيرتيرن في نص الوقت بتاع البت، يعني لو دي تي بي في نص الوقت بتاع التي بي ده يبتدي ينزل للزيرو، تمام؟ ونفس الكلام ادي دي ال1 اللي بعدها، الزيرو بيفضل زيرو ودي 1 0 0 ودي 1، تمام؟ الباي بولر ريتيرن تو زيرو، اول 1 بتبقى بوزيتيف وتنزل للزيرو، تاني 1 بتبقى نيجاتيف وتطلع للزيرو، تمام؟ يعني دي اول 1 تاني 1 الزيرو برضو هو زيرو، وبعدين دي تالت 1 عشان دي كانت تحت فدي تبقى فوق واللي بعدها تبقى تحت وهكذا. يعني الفيرست 1 بيبقى 1 لفوق اللي هي نص الوقت بتاع تي بي هو بلس اي وبعدين زيرو، وتاني 1 بيبقى نص الوقت هو نيجاتيف اي وبعدين يطلع للزيرو، تمام؟ والزيرو هو زيرو. المانشستر نون ريتيرن تو زيرو ده ال1 هو عباره عن كأنه سهم بينزل، يعني اهو 1 وبعدين هتنزل للنيجاتيف A وتطلع. الزيرو العكس، الزيرو هنا هلاقي ان هي حاجه بتطلع، يعني هلاقي ان السهم هنا ده طالع السهم هنا طالع والسهم هنا نازل، تمام؟ ف يعني بالنسبه لي الزيرو هو عامل كده، ال1 قصدي نازل كده، هو في ايه؟ ال1 السهم كده نازل والزيرو السهم كده طالع، تمام؟ طب عايزين نتكلم عن مزايا كل واحد وعيوب كل واحد. اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو الدي سي باور بتاعه عالي، ليه؟ لان احنا لو شفنا الافريج هلاقي ان هو مش الافريج مش بزيرو، في دي سي باور ودي سي باور عالي، لان انا عندي هنا اهي الجزء اللي تحت اللي هي بين A لحد هنا، والجزء ده والجزء ده والجزء ده، فالدي سي باور عالي. غير البولر نون ريتيرن تو زيرو، هلاقي ان البوزيتيف بيروح مع النيجاتيف والبوزيتيف بيروح مع النيجاتيف، فالدي سي باور بتاعتي قليله، تمام؟ طيب عندي مشكلة اللونج ستريم ستريم اوف وانز اند زيروز، يعني لو عندي ونات ورا بعض هلاقي كلهم 1 1 1 1 1 1 1 1 كلهم نفس الشكل، الاصفار ورا بعض هيبقى كلهم نفس الشكل، ده بيعمل لي مشكلة في الريسيفر في السنكرونايزيشن، لما يفضل وانز كتير ورا بعض او زيروز كتير ورا بعض الريسيفر لما بيجي المفروض مثلا بيبقى واخد فريم معين فعايز يعرف انه هينتهي مثلا بنحط له حاجه، فاللونج ستريم ده بيعمل له مشكله في السنكرونايزيشن. الباندويث بتاعي قليل، مش قليل، هو قليل with respect to الحاجات اللي بتريتيرن للزيرو، لان اللي بيريتيرن للزيرو التايم اللي بين كل ترانزيشن والتانيه بقى اقل، فالباندويث بقى اكتر اللي هو ده معكوس ده، لان هنا هتلاقوا بصوا الترانزيشن بتاع ريتيرن تو زيرو الترانزيشن بقى كل وقت اقل، بقيت هنا بعمل ترانزيشن هنا بعمل ترانزيشن، غير ده كل وقت اكبر، فالوقت الاكبر يديني باندويث اقل والوقت الاقل يديني باندويث اكتر. فهلاقي ان اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو الدي سي باور بتاعه عالي لانه A او زيرو، اللونج ستريم اوف وانز اند زيروز، والباندويث بتاعي قليل. البولر نون ريتيرن تو زيرو هلاقي الدي سي باور بتاعه اقل، برضو عندي نفس المشكله بتاعت لونج ستريم اوف وانز اند زيروز، لان احنا لو عملنا وانز ورا بعض هيبقوا كده ولو عملنا زيروز ورا بعض هيبقوا كده،
فهي نفس المشكلة برضو، الباندوث بتاعه يعتبر برضو قليل. اليوني بولر ريتيرن تو زيرو، الدي سي باور عالي بس مفيش لونج ستريم فور وانز، بس في فور زيروز. بمعنى هلاقي اللونج ستريم، اللونج ستريم بتاع الوان ما بقاش لونج ستريم، بقى فيه ترانزيشن تمام، بس الزيروز لو جالي كذا زيرو ورا بعض هيفضلوا كده، فاللونج ستريم بتاع الوان اتحل واللونج ستريم بتاع الزيروز ما اتحلش. الدي سي باور بتاعه يعتبر عالي برضو، والباندويث بتاعه هيبقى ازيد من اللي قبليه، والدي سي باور عالي. الباي بول الريتيرن تو زيرو، هلاقي ان الدي سي باور اقل، لان هو ايه اول وان بيبقى لفوق وتاني وان بيبقى لتحت، فالدي سي باور اقل. عندي حلينا المشكله بتاعت اللونج ستريم بتاع الوان، بس ما حليناش برضو بتاعت الزيرو، اللونج ستريم بتاع الزيرو لسه فيه مشكله، والباندويث عشان هو ريتيرن تو زيرو فهو اعلى. المانشستر ابتدوا بقى يحسنوا فيه بقى احسن شويه، ما بقاش فيه لونج ستريم ولا للوانز ولا للزيروز تمام. الدي سي باور بتاعه تعتبر قليله برضو، لان انا عمال انزل واطلع، عندي بوزيتيف بيروح مع نيجاتيف، فالدي سي باور بتاعه قليل، والباندويث بتاعه كبير، لان انا يعتبر بريتيرن للزيرو برضو، فالوقت التايم بتاع الترانزيشن اقل، فالباندويث اعلى. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ باشمهندسين تمام يا باشمهندس. طيب هنخش في الشيت بقى، احنا وصلنا للكويشن كام؟ عايزين بروبلم 6. ماشي، بروبلم 6 بتقول لي في 5 سيجنالز كل واحده فيهم محتاجه 10 كي، هعمل لهم multiplexing to a single channel using FDM. How much minimum bandwidth is required for a multiplexed channel? وأسيوم إن الجارد باند بين كل واحدة والتانية 500 هرتز وايد. إحنا حلينا حاجة شبه دي في أول tutorial للديجيتال كوميونيكيشن. حد كده عنده إجابة؟ عندي 5 سيجنالز كل واحده فيهم 10 كي، وعندي جارد باند 500 هرتز، المينيمم باندويث اللي انا اقدر ابعت فيه قد ايه؟ هتبقى 5 في 10 كيلو وبعدين 4 في 500 هرتز بالظبط كده، ال n minus 1 مضروبه في الجارد باند بلس ال 10 في ال 5 بس. فهلاقي ان الباندويث هو 5 سيجنالز كل واحده 10 بلس 4 اللي هي ان ماينس 1 مضروبه في ال 0.5 كي اللي هي ال 500 هرتز دي اللي هي نص كي، فيديني 52 كيلو هرتز. هنا بنقسيهم من 4 جارد باندز، هو كمان قايل في السؤال المينيموم، يعني في ناس ممكن يعملوا جارد باند هنا وجارد باند هنا، ممكن يخلوهم 6، بس هو حتى في السؤال قال ان احنا عايزين المينيموم باندويث اللي انا اقدر اللي انا محتاجاه عشان ابعت المالتيبلكس تشانل. فهلاقي ان انا عندي 4 هم جارد باندز، كان ممكن اسيوم 6 بس مش في الكويستشن ده. فالباندويث بتاعي هيبقى 52 كيلو هرتز. Question 7 بيقول لي consider a circuit switched network with an aggregate core network bandwidth of 10 megabit per second. عايز كام يوزر النتورك تقدر تسبورت simultaneously في نفس الوقت، لو نص اليوزرز محتاجه بيت ريت 50 كيلو والنص التاني محتاج 450 كيلو. حد برضو ممكن يقول لي ممكن نحلها ازاي؟ باشمهندسين ممكن نعمل ان number of users هو n مثلا، فنضرب نص ال n يعني في 50 والنص التاني 450 تمام equals يعني 10 بالظبط. انا هنا بدل ما عملتها نص اليوزرز قلت ان اليوزرز الفالي ال all users ب 2x، وعملت نصهم اللي هو x مضروبه في 450 زائد نصهم التاني مضروب في ال 50، وساويتهم بال 10 ميجا، فطلع عدد اليوزرز بتاعي 40. حد عنده مشكلة؟
problem 8 بتقول لي calculate ال percentage بتاعة ال database بتاعة ال T1 carrier. يعني عايز يعرف، انا مش احنا قلنا ال T1 دي في bits ببعتها synchronization، في bits ببعتها لل signaling، وفي وال bits دي بتتبعت واحدة كل frame واحدة كل channel. فهو عايز يعرف عدد ال data bits اللي ببعتها لل T1 carrier على ال total number of bits اللي بتتبعت، تمام؟ فال T1 داتا بيتس اللي هم مين؟ انا عندي 7 داتا مضروبه في ال 24 تشانل بتوعي، فادوني ال 168. طب التوتال نمبر اوف بيتس كانوا كام؟ كانوا 8 اللي هي البيت اللي كانت السيجنالينج لكل تشانل، 8 في ال 24 زائد البيت بتاعت السنكرونايزيشن، فهم 163. فعدد الداتا بيتس هي ال 168 على 193 في المية، هيطلعوا 87%. البروبلم 13 دي الاول اداني ديفينيشن لبارامترز معينه، قال لي ان ده عدد الهوبس اللي بين تو جيفن انت سيستم، ال ده الفاين لينث بالبيتس، البي ده الداتا ريت ان بيتس بير سكند، والبي هو الفريم سايز، والاتش ده الاوفر هيد اللي هي عدد البيتس اللي ببعتها كل فريم كهيدر، والاس ده الكول سيت اب تايم، والدي ده البروباجيشن ديلي بين اي اتنين هوبس. واداني ارقام الحاجات دي بكام، وقال لي الكيوينج والبروسيسنج ديلي اجنورد، هات الاند تو اند ديلي في الكيسز دي، السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج. تمام، حد عنده اجابه كده؟ حد فاهم احنا ايه هنعمل ايه؟ طب ايه الفرق بين التايمينج دايجرام بتاع السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج وهكذا؟ هو السيركت سويتشنج مش لازم اقسمها الباكت بالظبط بعتها زي ما هي، لكن باكت هنحتاج بقى نشوف هو التوتال كام ونقسمه. تمام، والسيركت سويتشنج برضو اللي هي فين هنا ال اه الكول سيت اب تايم الاس هتتحسب في الباكت سويتشنج، ما مش محتاجين. هو عامة number of hops بين two given end system انا عندي اللي هو اللي بيبعت، وعندي ال destination اللي المفروض يوصل له، وعدد ال hops هنا ال n مديهاني ب4. تمام، فهنيجي في السيركت سويتشنج التوتال ديلي بتاعي هيبقى اس اللي هو الكول سيت اب تايم زائد التي بروباجيشن زائد التي ترانسميشن. التي بروباجيشن هو الجزء ده الكبير ده، والتي ترانسميشن هو الجزء الكبير ده. التي ترانسميشن ده هيبقى للداتا كلها، اللي هو هنجيبه ازاي؟ عايز عدد البيتس على الداتا ريت، وهو اداني عدد البيتس لان قال لي الفايل لينث اللي هي ال ال دي اللي هي 3200، واداني البيت ريت الداتا ريت اللي هي البي اللي هي ب 9600. فانا لو عايز اجيب التي ترانسميشن بتاع الداتا الكامله دي، هقول ان هو ال 3200 اللي هي عدد البيتس على ال 9600 اللي هو البيت ريت، والسيت اب تايم هو مديهوني. طب التي بروباجيشن انا هنا ببقى انا عندي يعتبر اللي بيبعت والديستنيشن، وقال لي هنا الان دول باربعه صح؟ اه عدد الهوبس اللي في النص اربعه، واداني كمان الدي، الدي ده هو البروباجيشن ديلي بين اي اتنين هوبس. تمام، والدي ده اداهوني هنا ب 0.001. فانا محتاجه عشان ابعت كام دي؟ ادي واحده ودي الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه ودي الخامسه، يعني محتاجه اضرب 5 دي عشان اعرف اجيب التي بروباجيشن الكامله دي اللي من اول نقطه لحد اخر نقطه. او احنا ممكن نمشي على وان باس بدل، انا دي مسميات لا اكتر ولا اقل، يعني التي بروباجيشن دي خمسه من الدي اللي هي اصلا تي بروباجيشن برضو. فانا همشي الاول اهو كول سيت اب تايم، بعدين ادي دي 2 3 4 5 5 دي، وبعدين التي ترانسميشن بتاعت الداتا كامله. فلاقي ان الاس اللي هو الكول سيت اب تايم 0.2، والتي بروباجيشن اللي هي 5 في دي، والتي ترانسميشن اللي احنا قلنا عليها، وهجيب الديلي بكام. طيب الكيس الثانيه الباكت سويتشنج، عايز اجيب الاول عدد الفريمز زي ما عملنا في الاساينمنت، فهشوف عدد البيتس بتاعتي التوتال نمبر اوف بيتس للداتا، وهقسمها على الفريم سايز بتاعي بس هشيل منه الهيدر. تمام، ليه؟ لان الفريم سايز انا كده كده محتاجه ابعت الهيدر ده كل فريم، سواء انتوا عارفين من الدكتور وسواء ان هو قال لكم هنا ان الهيدر ده بيتبعت كل فريم. فانا الماكسيمم بتاعي للترانسميشن بتاع الفريم الواحد ان انا ابعت 1024 بت. تمام، طيب ما ال 1024 ده لازم ابعت فيهم 16 بت للهيدر. تمام، فانا لو انا بقول عدد الداتا
عدد التوتال نمبر اوف بيتس بتاعتي بتاعت الداتا، هقسمها على الفريم سايز هشيل منه 16 ده. ليه؟ لان الفريم سايز ده جزء منه هيبقى داتا والباقي هيبقى هيدر، ال 16 الاخرانيين هيبقوا هيدر، فانا لازم اشيل من الفريم سايز ده الهيدر. فطلع لي 3.17 اللي هم ابروكسيميتلي 4 فريمز. بس مش فاهم حتة، بس يعني شلنا الهيدر ليه برضه؟ ما هو بص انا بقول لك، انا الماكسيمم بتاع الفريم اللي هبعته ياخد 1024 بت، وبقول لك على فكره انت لازم تبعت هيدر في كل فريم 16 بت، فاهم تمام. اللي بتكلم فيه؟ فانت لازم ال 1024 دول منهم 16 مش داتا، منهم 16 انا لازم احطهم عشان هم الهيدر، فالفريم بتاعك ما بقاش 1024 خلاص داتا. انا جمعت بس ماشي. لما عملنا ابروكسيميشن لاربعة فريم بقى، ليه ما عملناش ان هما ثلاثة فريم اهو وال0.17 اهو ده جبنا ايش؟ اهو اهو احنا قلنا هم 4 فريم، اول 3 فريم كل واحد فيهم فيه 1024 بت، الفريم الرابع عايز اعرف فيه كام بت، اعمل ايه؟ هشوف ال 3200 داتا دول هنقص منه الثلاثة فريم مضروبين في الألف 24، بس مش ألف 24 بقى، ألف 24 ناقص 16، لأن أنا عايز أجيب الداتا، الداتا كام؟ فكأني هضرب الثلاثة دي في الألف 24 ناقص 16 وماينصها من ال 3200، واللي اتبقى لي ده هزود عليه ال 16 بت بتوع الهيدر اللي احنا أصلا قلنا عليهم، فيطلع إن الفريم ده هيتبات فيه 192 بت. حد مش فاهم اللاين ده؟ مش مهندسين؟ فاهمين يا باشمهندس، ايه؟ فاهمينه. تمام. فانا اول 3 فريم هيتبعتوا ب 1024 بت، والفريم الرابع هيتبعت ب 192 بت، تمام؟ فهنا هنرسم اهو، ادي اول فريم، تاني فريم، تالت فريم، رابع فريم اللي هو الصغير، وعندي في النص قلنا 4 هوبس، وعندي ده السورس وده الديستنيشن. طيب عايز اعرف التوتال ديلي، هجيب التي ترانسميشن بتاع الفريم الاولاني والتاني والتالت اللي هو زي بعض، اللي هو مين؟ عدد البيتس 1024 على الداتا ريت اللي هي 9600. بعدين هجيب التي ترانسميشن بتاع رابع فريم اللي هو مين؟ عدد البيتس 192 على ال 9600 اللي هو البيت ريت بتاعي. بعدين عايز اجيب التوتال ديلي، هلاقي مين؟ هلاقي ادي واحده، ادي دي، وادي الثانيه، وادي الثالثه، وادي الرابعه، وادي الخامسه. فعندي 5 دي، وعندي تي ترانسميشن كام بقى؟ عندي ادي دي ترانسميشن اهي، ودي التانية، ودي التالتة، ودي الرابعة، وعندي 5 6 7 مضروبة في مين؟ مضروبة في الرقم ده، يبقى 7 مضروبة في التي ترانسميشن بتاع ال 1 2 3 اللي هو قد بعضه. وبعدين هيتبقى لي اخر تي ترانسميشن بتاعت اخر فريم اللي احنا حاسبينها هنا، فيبقى التوتال ديلي بتاعي هو 5 دي اللي هي ادي 1 2 3 4 5، والتي ترانسميشن ادي 1 2 3 4 5 6 7 مضروبه في التي ترانسميشن الكبير، وواحده بس من التي ترانسميشن الصغير، فيبقى التوتال ديلي هو 5 دي بلس 7 في الترانسميشن ديلي ده بلس الترانسميشن ديلي ده، هجمعهم هيطلع لي 0.772 سكند. عنده مشكله؟ بيقول لي 4 تشانلز عايزين نعمل لهم مالتيبلكسنج باستخدام ال تي دي ام، لو كل تشانل بتبعت ب 64 كيلو بت بير سكند، عايزين نمالتيبلكس 1 بايت بير تشانل، يعني عايزه امالتيبلكس 8 بتس لكل تشانل. let one synchronization bit be added to each frame, find the frame duration والframe size والbit rate. تمام. طيب هو احنا عايزين، هو بيقول ايه؟ انا بمالتيبلكس 8 بتس لكل تشانل، تمام؟ وكل تشانل اصلا بتبعت ب 64 كيلو بت بير سكند. فالفريم ديوريشن بتاعي هو الديوريشن بتاع ال 1 بايت اللي انا بعتها في التشانل الواحده. احنا قلنا الديوريشن بتاع التشانل الواحده بقى هو الديوريشن بتاع التوتال فريم، تمام؟ فالفريم ديوريشن هو الديوريشن بتاعت ال 1 بايت بير تشانل، تمام؟ طيب ال 1 بايت بير تشانل دي الديوريشن بتاعتها قد ايه؟ الوقت اللي ببعته فيها قد ايه؟ انا بقول لك انا ببعت 8 بتس لكل تشانل
وعندي التشانل بتبعت ب 64 كيلو بت بير سكند، فاقسم ال 8 على ال 64 كيلو بت بير سكند هيطلع لي 125 مايكرو سكند. الفريم سايز بتاعي مين؟ انا عدد التشانلز 4، عدد البيتس 8، وواحده سنكرونايزيشن، يبقى 4 في 8 زائد 1 هيديني 33 بت. البيت ريت هو مين؟ هو الفريم سايز على الفريم ديوريشن. فالفريم سايز بتاعي اللي هو ال 33 بت على الفريم ديوريشن اللي هي 125 مايكرو، اعرف اجيب البيت ريت بتاعي. حد عنده مشكلة؟ بس انا مش فاهم ليه ال frame duration هو ال duration بتاع ال 1 byte. احنا قلنا احنا اصلا ال تي دي ام بنعمل ايه؟ احنا بنسامبل العدد التشانلز اللي احنا عايزين نبعتها، وعايزينهم كلهم يوصلوا في نفس الوقت، تمام؟ فالوقت بتاع التشانل الواحده بقى هو الوقت بتاع التوتال فريم، لان هم كلهم لازم يوصلوا في نفس الوقت. بس ده اتعمل على حساب ايه؟ على حساب ان البيت ريت اللي انا كنت ببعت بيه قبل كده، تمام، خليته زاد بعدد التشانلز. يعني لو انا كنت ببعت ببيت ريت 5 وانا هبعت 5 تشانلز، فالبيت ريت بقى 25. البيت ريت اللي انا بقيت ببعت بيه كل تشانل بقت 25، فهلاقي في الاخر ان الفايف تشانلز هيوصلوا في نفس الوقت اللي التشانل الواحده كانت هتتبعت فيه. تمام، شكرا باشمهندس. ماشي. problem 17 line coding، هو بيقول لك عايز ابعت الستريم ده 10113 01 بريبريزنتيشن بالاربعه دول: يوني بولر، ريتيرن تو زيرو، باي بولر، بولر مانشستر. ده اغلب السؤال اللي هيجي على اللاين كودنج على الاغلب بيبقى كده. فانا لو عايزه ابعت يوني بولر ريتيرن تو زيرو، اللي هو مين؟ اللي انا ببعت الزيرو زيرو وببعت ال1 يوني بولر، معناها ان كل ال1s بتبقى بتريتيرن للزيرو. يعني الاول هي هاي وبعدين بتنزل للزيرو في نص الوقت. فبالنسبه لي ده التي بي، لازم اوضح التي بي فين عشان ابقى، عشان يبقى في فرق بين اللي بيريتيرن للزيرو واللي مش بيريتيرن. فاليوني بولر ريتيرن تو زيرو هلاقي ان ال1 اهي، بعدين زيرو، بعدين ادي 1 ادي 1 ادي 0 0 0 1. بايبولر ريتيرن تو زيرو هلاقي اول 1 بيبقى فوق وتاني 1 بيبقى تحت، اللي بعده فوق واللي بعده تحت، والزيروز بتفضل زيروز. فيبقى اول 1 0، تاني 1، تالت 1 0 0 0، ورابع 1. تمام. بولر نون ريتيرن تو زيرو، بولر معناها ايه ونيجاتيف ايه، ونون ريتيرن تو زيرو يعني طول المده بتاعت التي بي انا باخد نفس الفاليو. فالبولر نون ريتيرن تو زيرو هلاقي ايه نيجاتيف ايه 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 نيجاتيف ايه نيجاتيف ايه نيجاتيف ايه ايه. مانشستر نون ريتيرن تو زيرو، مانشستر قلنا ال1 انا سهم بينزل، يعني اهو سهم بينزل، والزيرو سهم بيطلع، تمام. فهلاقي ان ده ال1، بعدين هقف هنا هلاقي عندي زيرو فهطلع، بعدين عندي 1 فهنزل، عندي 1 فهنزل، عندي زيرو فهطلع فهطلع فهطلع، بعدين عندي 1 فهنزل. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكلة يا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس، شكرا لكم.